وفي شأن داخلي فرنسي، العاصمة باريس تشهد احتجاجات عارمة تنديدا بانخفاض القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وتفاقم أزمة الطاقة، أيضا التقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن المناخ. ودعت إليها هذه المظاهرات أحزاب يسارية مناوئة لحكومة إيمانويل ماكرون. واستعدادا لهذه الصور مشاهدينا تأتي مباشرة من العاصمة الفرنسية، كما ذكرنا وأسلفنا أن الاحتجاجات قائمة ولم تتوقف، وإن كان الرئيس الفرنسي في مقابلة له على قناة فرانس 2 منذ أيام سابقة توقع أن تتوقف هذه الاحتجاجات نظرا لإجراءات تم اتخاذها، ولكن على ما يبدو لا ترضي المتظاهرين بمختلف أوجه تظاهرهم، كما أسلفنا عن الطاقة، عن غلاء الأسعار وعن التضخم. استعدادا لهذه الاحتجاجات، وينضم إلينا الآن دكتور أحمد البرقاوي مدير مركز الدراسات والأبحاث الجيوستراتيجية في باريس. تحياتي دكتور أحمد. دكتور، بما أن ذكرنا بأن هذه الاحتجاجات التي نتابعها حاليا في باريس دعت إليها الأحزاب اليسارية، كم هنا السياسة والمعارضة لماكرون تأخذ دورا عن يعني إلى جانب الاحتجاجات المحقة والأوجاع المحقة للفرنسيين؟ طبعا تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في فرنسا بعد سنتين من الثورات الصفراء، وبدأت تأخذ منعرجا جديدا بعد الانتخابات الرئاسية الجديدة الثانية في عهد إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الاحتجاجات نقص المواد الأساسية في بعض الأحيان، وخاصة أزمة الطاقة التي بدأ تزن يعني بثقلها مشهد الاجتماع الفرنسي بعد الطوابير التي تنتظر البنزين، وأغلبهم الطبقة الوسطى التي تشتغل كموظفين، وبالتالي بدأت تطرح بعض التساؤلات أمام السلطة التنفيذية الفرنسية. طب دكتور، يعني الإضرابات وموضوع الطاقة تحديدا له أبعاد لا غير مختصرة بفرنسا، بل يعني تمس العالم كله. الآن مثلا إذا أخذنا إضراب موظفي شركة توتال، والذي توقع الرئيس الفرنسي بأنه هذا الإضراب سيتوقف، سينتهي لأن هناك اتفاق ما ولم يحصل، يعني هل كما السترات الصفراء سيعجز ماكرون عن التعاطي مع هذا الأمر؟ أعتقد أن الرئيس الحالي هو في مواجهة النقابة الفرنسية، وهي نقابة من أعلى النقابات في العالم، وبالتالي ستكون هناك صعوبات إذا لم يقم بحوار جدي مع هذه النقابات، وخاصة بما يسمى لا سي جي تي وهي الأقوى في المشهد النقابي الفرنسي. أعتقد أنه سيجد صعوبة كبيرة جدا في التعاطي مع هذه الإضرابات التي ستمس المواطن، وسيكون المواطن بعد الحاكم على أداء السلطة التنفيذية، وبالتالي هو يقول أنه سيجد الحلول ويرغم أيضا باستيلاء عبر الشرطة على بعض المواقع الحيوية للطاقة، لأن هذا لا يفي طبعا بحاجيات المواطن الفرنسي. واعتقد ان وتيره الاحتجاجات ستكون اكثر يوم الثلاثاء، ستكون هناك اضرابات عامه يوم الثلاثاء في كل المجالات. طب اود ان افهم منك اكثر عن طريقه تعاطي ماكرون، يعني عندما يرتدي السترات ذات القبه العاليه في اشاره منه الى الفرنسيين بان هناك وسائل كثيره اخرى للتدفئه والاستغناء ربما عن صرف الطاقه، قسم كبير ليس فقط من ميوله يساريه في فرنسا لم يتلقى هكذا رسائل وهكذا مقاربات من ماكرون بروح طيبه دعني اقول. فمن وجهة نظرك ماكرون كم هو يقدم حلول جدية أم فقط يقارب الأمور بسطحية لأنه غير قادر على التعاطي، فالمشكلة أكبر منه وأكبر من فرنسا؟ لا أعتقد أن الرئيس الفرنسي عجز عن إيجاد بعض الحلول في هذه الفترة،
وهو يطرأ وهو طبعا يعالج بعض الملفات العالقة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وفرنسا بين السندباد والمطرقة، لا تريد أن تخسر السوق الروسية، وفرنسا تعتقد أن المتضرر رقم واحد في هذه الحرب هي الاتحاد، أي هو أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا. وبالتالي أعتقد أن هناك، طبعا هناك بعض الأطراف، الأحزاب اليسارية كما أشرتم، يعني تريد التصعيد في هذه الآونة، وتريد الضغط على رئيس الدولة والسلطة التنفيذية حتى تظهر للرأي العام الفرنسي أن الرئيس والسلطة التنفيذية غير قادرين على إدارة الدولة في هذه المرحلة بالذات. ولكن أعتقد أن الرئيس ماكرون في الملف بالذات، في الملف الأوكراني الروسي، هو يحاول أن أقل ينار، ولا يريد أن يدخل تحت قبعة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعو إلى مواجهة مباشرة. طب أوصلتني إلى نقطة مهمة دكتور أحمد، تحدثت عن الوجع المشترك الفرنسي الألماني، حتى المملكة المتحدة البريطانية اليوم انتقدت من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن للسياسات الاقتصادية التي أقرتها تجاه التضخم وتجاه تبعات أيضا الأزمة الحرب الأوكرانية. فهل ترى بأنه أوروبا تحديدا فرنسا وألمانيا ستبتعد قليلا عن الولايات المتحدة، أم أنها ستظل بنفس الإيقاع وبنفس الحزم تجاه الوضع في أوكرانيا رغم الحاجة الملحة للطاقة؟ رغم الحاجة الملحة للطاقة، إلا أن فرنسا وألمانيا هم عضوان في الناتو، ولا أعتقد أنهم سينسحبان من هذه المظلة، وليس لهم مصلحة أيضا، لأنه لا يثقان في المواقف للرئيس الروسي بوتين، وبالتالي أعتقد أنهم سيستمران في التعاطي بخصوص هذا الملف على وجه الخصوص، والتحديات التي تنجر عنها أن فرنسا وألمانيا تعتقدان أن لابد من رص الصفوف إذا صح التعبير للغرب أمام التحدي، تحدي روسيا وتحدي الصين. هناك مواجهة بين الغرب، بين هذا القطب الروسي الصيني الذي يهدد مصالح الغرب. دكتور أحمد البرقاوي، مدير مركز الدراسات والأبحاث الجيوستراتيجية في العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك على المعلومات، وسنتابع الآن أيضا معلومات أوفى عن الوضع في فرنسا.